استقبلت الدول كل على طريقتها العام الجديد، لكن الجامع المشترك كان في عروض الألعاب النارية. أستراليا ونيوزيلندا كانتا أول المحتفلين باستقبال العام الجديد. أما روسيا فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفل بقدوم عيد رأس السنة الجديد 11 مرة في مختلف مناطقها، وذلك بفضل امتدادها بين الشرق والغرب على مسافة نحو 10,000 كيلومترات، ويبلغ فارق التوقيت الزمني في مناطق روسيا 11 فارقا. وكانت السلطات الروسية قررت للمرة الأولى إلغاء احتفالات رأس السنة بالساحة الحمراء خوفا من وقوع هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف موسكو. وفي هذا الإطار هنأ الرئيس فلاديمير بوتين الشعب الروسي، وخاصة بالتهنئة العسكريين الروس الذين يحاربون الإرهاب الدولي ويحافظون على المصالح الروسية بعيدا عن الوطن. العاصمة الفرنسية حرمت من الألعاب النارية من باب اللياقة عقب أعمال العنف في باريس، وأبقي على الاحتفالات في جادة الشانزليزي. وفي ساحة التايمز سكوير بنيويورك استقبل أكثر من 1,000,000 شخص العام الجديد وسط الهتافات والقبلات، ترافقت مع تدابير أمنية لم تشهدها الساحة من قبل. الاحتفال برأس السنة في ريو دي جانيرو أتى في المرتبة الثانية عالميا، إذ استضاف شاطئ الكوبا جابانا الشهير أكثر من 2,000,000 شخص انتشروا على امتداد الشاطئ في احتفال فريد يمزج بين المعتقدات الدينية والتقليدية والخرافية. أما في لبنان فلا يوجد مثيل له في وداع عام واستقبال عام آخر، وهذه المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توحي بأن معركة شرسة دارت في سمائنا واختلطت فيها الألعاب النارية بالرصاص الحي.